السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا هنبدأ مشروع جديد وقلت له فايل وقلت له ان انا عايز ابدأ مشروع جديد، لكن ما اخترتش تمبليت او اخترت تمبليت ما فيهوش الراس بتاع السهم، تمام؟ شاف بيبدأ يسألنا اسئلة كتيرة لان هو ما عندوش تمبليت، ما عندوش اختيارات. فانا اتخيل ان انا جيت ارسم السكشن هوت، ما ترسمليش الجزء بتاع السكشن، تمام؟ طبعا التخانة دي محتاجة تعديل وحاجات زي كده. طيب لو انا عايز اعدل بدوس هنا وادخل في الايديت تايب واقول له ان انا عايز اختار السكشن تاج والسكشن هيد. بص سكشن هيد نان، مفيش اي فاميلي متحمله الموضوع دوت، السكشن هيد هنا بنان. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اقول له ان انا عايز فايل نيو بروجكت واختار تمبليت. طب لو انا اصلا اشتغلت في المشروع او المشروع كله تمبليت ممتاز ما عدا موضوع السكشن دوت، فانقلها ازاي؟ عندنا فتحنا اهو ملف وقلت له ان انا عايز ارسم سيكشن، ما شاء الله اترسم بدون اي مشاكل خالص. طيب خلينا ناخد السيكشن ده كده كوبي، احنا بنفكر مع بعض في حلول للقصه دي، واروح انا للمشروع دوت، تمام؟ وهقول له بيست، وحطيت السيكشن بقى ايه في اي مكان هنا مثلا، تمام؟ لاحظ ان هو نزل بالراس بتاعه. طيب لو انا عملت سيلكت هنا وجيت هنا هلاقي ان في سيكشن 1 وبيلدنج سيكشن، بيلدنج سيكشن ده اللي انا لسه جايبه، وبيلدنج 1 ده اللي مفهوش الراس اللي احنا عايزينها دي الهيد دي. طيب اقول له دي التايب واجي هنا واقول له دي نان، الفاميلي اتحملت معايا اهيت، تمام؟ اوكي اوكي بالشكل دوت. لا ده انا عايز واحده فيهم بالشكل دوت وواحده فيهم على هيئه خط سميك شويه، فهقول له لا خلي دي اللي هي الام سيكشن دي، تمام؟ اوكي. فده احنا متعودين ممكن واحد يكون عايز لا الهيد موجوده في الناحيتين، تمام؟ حسب ما انت عايز. فدي طريقه سهله جدا عشان تنقل السكشن من هنا للسكشن من هنا. طيب لو جيت برضو على الفاميلي هنا وقلت له ان عايز السكشن هيد هتلاقيها، فتقدر تعمل عليها ايديت وتقدر تاخدها معاك. طيب انا عايز اعرف اسمها ايه، ممكن تعمل سيلكت وتقول له ايديت تايب وتيجي هنا زي ما عملنا المره اللي فاتت، هاخد الاسم دوت واجي اعمل عليه سيرش، تمام؟ واقول له اديت ففتح لي الفاميلي. الفاميلي دي ممكن اقول له بقى لود انتو بروجكت اند كلوز او لود انتو بروجكت، كده انا هحملها في الملف دوت. يعني بكل بساطه لو انا عندي مشروع وعايز احمله في فاميلي عايز احمله مشروع تاني ممكن اعمل كده، يبقى انا ممكن اعمل سيلكت كوبي واوديها او اقول له اديت وافتحها وبعد كده اروح محملها في الملف اللي انا عايزه، تمام؟ بس كده. طيب ممكن برضو تعمل لها اكسبورت، تروح مصدرها تعمل لها سيف اس بره وتروح سحبها في المكان اللي انت عايزه.